السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. لم يستطيعوا تكسير المنتخب الوطني تقنيا داخل ارضيه الميدان، يريدون توقيف او تكسير كما تشاء توقيف المنتخب الوطني باي طريقه ولو تحكيميا، وما زال لم تنتهي هنا، ما هيش راح تحبس هنا، ما زال القدام. لو لازم ناس في الاتحاد الجزائري يوقفوا على المنتخب الوطني ويعسوا المنتخب الوطني من كل النواحي. لاعب في المباراة كان يستحق الطرد هو اللاعب العيدوني، لأنه ارتكب الأخطاء التي تستحق البطاقات الحمراء مباشرة، ولكن في عدة مناسبات لم يخرج له البطاقة الصفراء ما عدا مرة واحدة، يعني عفس على محرز، ضرب بليلي، كان يلعب بخشونة زائدة ولم يعني يخرج البطاقة. كان أول لاعب اللي كان لازم عليه يخرج في المباراة هو العيدوني. كل هذه الأمور عدة أخطاء ضد بليلي ضد محرز. تخيل في الشوط الأول لما تخرج البطاقة الصفراء لمبولحي، لماذا؟ هل هو فائز ب2-0 في الشوط الأول يضيع تضييع الوقت؟ يعني ماذا كنت تريد؟ يعني بكل صراحة الشوط الأول أعطاه بطاقة. نزيد لك إلى أبعد من ذلك، الثلاث مباريات أتت تعلم، وفكروني بلاك راني غلط، في أي مباراة محرز ده بطاقة صفراء؟ يعني لا أتذكر، يعني سبع سنوات لم يتم، سبع سنوات في مبارتين، في المباراة اللي فاتت والمباراة هذه ده بطاقة صفراء، بطاقة صفراء. يعني أنا ما نقول، يعني بعد سبع سنوات لم يتلقى ولا بطاقة، في مباريات ودية يدي بطاقات صفراء. في الدقيقة 13 أنا عرفت باللي أن الحكم لن يذهب بعيدا في هذه، كانت مخالفة واضحة لبنجاح زائد بطاقة صفراء للاعب التونسي. لم يعلن عن البطاقة، عن المخالفة، ولم يقدم الإنذار. لهذا شفنا بنجاح رايح يجري يحتج، لأن العالم شاف المخالفة واضحة. ابتداء من الدقيقة 13 تأكدت بأن الحكم لن يكون موفقا في، لا أقول أشياء أخرى، بل أقول لن يكون موفقا في هذه، لأن المخالفة واضحة وضوح الشمس، لا تعلن عنها في الدقيقة 13 في بداية المباراة. ماذا يعني هذا؟ سقوط في غولي داخل تقريبا، أنا جاي بالحالة يعني لخص قدر المستطاع. شفنا في غولي يعني واضحة ذاهبا إلى تسجيل الهدف، بالإنجليزي يقولون دوكسو، بالفرنسي يقولون أنيني إن أوكازيون دو بوت مانيفاست، بالعربي يقولون إلغاء محاولة تسجيل هدف. هذا قوانين اللعبة. احنا شفنا بفغولي متجها على خط مرمى 16 متر، لم يبقى له أمامه إلا الحارس ليسجل. في القانون العالمي، في قانون كرة القدم، يقولون مخالفة مباشرة زائد بطاقة حمراء. هو يعلن عن البطاقة، لم تكن داخل منطقة العمليات، كانت خارج منطقة العمليات، كان لابد عليه بعد إعلانه عن مخالفة لابد عليه أن يشهر البطاقة الحمراء. المعقول أن ثلاث مباريات ودية يجريها حكام من بلد واحد ألا هي بلد مصر الشقيقة؟ من غير المعقول ولو أن مبارتين جراو في بلادنا حلال نحوسوا شكون اللي يحكم لنا. والغريب في الامر ان المساعد الاول اللي كان في البليده ودار مبارتين زاد راح لتونس ودار مع معروف. هل لا يوجد مساعدين في مصر لكي يذهب هذا الحكم؟ زين، ما هي الاسباب التي تركت رباعي التحكيم في الجزائر يبقى في بليده ويحكم في بليده، وفي تونس الاتحاد التونسي يطلب إلا ثلاثي والحكم الرابع من تونس هو السلمي السالمي، الحكم الرابع التونسي؟ لماذا لم يكن في الجزائر حكم رابع من الجزائر؟ لماذا رباعي التحكيم من مصر؟ تبقى دائما علامة استفهام. مثل ما سمعتوا أخوتي، الحكم الدولي السابق زكريني، هذا الكلام مش جديدة باش نتفهموا، هذا الكلام ما احنا قلناه وعد الأرشيف، قلنا باللي المنتخب الوطني لازم له ناس، لازم له ناس يوقفوا عليه يحرصوه يحميوه. احنا ما قلناش يحميوه قصدي يعني من تحت الطابله ولا التلاعبات، لا حاشا لله، ولا بالفساد، لا يحموه، ما يظلموهش برك، يعطيوه حقه، يعطيوه حقه برك، هذا ما كان.
هذا الكلام اللي قالوا زكريني بان كلام خطير ودانجي وهذا جرس انذار وهذا قرصة وظن كما يقولوا بالدارجة. مي بصح حنا لبنا قلنا هذا الرئيس الجديد المعين مش منتخب نعرفه لا معين هذا الرئيس الجديد اللي ما عندوش علاقات لا في كاف لا في كذا لا في فيفا ما عنده والو. قلنا حتى في كرة القدم ما عندوش أصلا خبرة في كرة القدم الجزائرية ما عنده والو. قلنا احنا يا اخي راح زلشي قلنا سيري ما عليش نعطوه فرصة عنده فرصة يقدر يغير. مي بصح نفس العباد اللي كانوا يخدموا مع زلشي يخدموا مع شرف الدين عمار وراح تغيير. ظنوا تغيير بدلوا الاسم برك من زلشي ولا شرف الدين عمار هذا هو التغيير يعني بدلنا الاسامي برك اوكان شونجمون ما كان والو سواء من زلشي المعين ولا شرف الدين العمار المعين ما كان حتى تغيير. ماش تونس اربيتراج وقبلها ماش زامبيا وتكلمنا على ماش زامبيا الفضيحة على سبب ماش زامبيا اوكان شونجمون نفس العباد اللي كانوا يخدموا مع زلشي مع شرف الدين العمار نفس العباد وكان شونجمون ما عندكش واحد يضرب عليك في الكاف هاو في الريسك انا الله يسهل عليك من الفيديراسيون احنا الشعب وش عاوز عاوز ليكيب ناسيونال هاي الله يسهل عليك من الفيديراسيون هاي ليكم المناصب ليكم البريستيج ليكم كلش مي بصح منتخب وطني او في الريسك هذي راه كاس العالم تصفية كاس العالم مبقاش انا جيب لينا اربيتراج انا كيما الكارثة تاع مقابلة تونس ولا الكارثة العظمى تاع زامبيا سما خلاص اليميني يا وتجيب ميسي ميسي ما يقدرش تجيب رونالدو ما يقدرش تجيب مبابي ما يقدرش حوت تخدم وتبذل بمجهود وشيك حكم يكسرك هاو كيفاش تدير هاو راح لا فيديراسيون وين راح هذا الرئيس المعين هذا المش منتخب وينو وين ربي راه في قلتو اخي زعما تدعوا لنا يا الاتحاديه الجديده باللي راح نتقوى وراح نصحوا اخطاء تاع زلشي وينو جديد وشو جديد نتاعكم وراه من الناس الرجال اللي يضربوا على ليكيب ناسيونال وين الرجال اللي ما يخلوش ليكيب ناسيونال يظلموها ويحقروها ما كانش وعندك فرصه مزيت لك فرصه الناس اللي راهي تخدم الان راه بنفس الناس عزتشي ما كان اوكان شونجمون غير يا اخي غير يا الرئيس المعين غير غير بدل جيب ناس اللي يضربوا عليك في الكاف كاين جزائري ما تقولوليش ما كانش كاين جزائريين كاين اللي عندهم علاقات في الكاف وكاين اللي يجيب لك حقك هما قلناش جيب يعني مشي في طريق مش مليحة ولا تاع الفساد ولا اي بزنس ولا يشتي ربي تراج ولا يحابي لا اعطيني حقي يا اخي اعطيني حقي تروى ماش انا حكام مصريين مع احترام ما خوتنا مصاروة يبزح ما تصراش محرز جامي دا كارت جون دا كارت جون بطاقة صفرة فاس فاس في غولي اللي ودرنا عليها وريناها فاس فاس رايحي مركي ما كان والو بطاقة صفرة الدي بي تاع بونجاح لي فانتا براون مفروض صفرة وكفرون كان والو لانك ما عندكش اتحادية ما عندكش ناس يضربوا عليك في الكاف حتى لا عندك رئيس اتحادية ما عندكش ناس يضربوا عليك في الكاف يا ناس خافوا ربي رانا راح داخلين في حيط هكاس العالم مبقاش خذوا العبرة من مقابلة زامبيا قلت لكم عندي شهور وشهور خذوا العبرة من مقابلة زامبيا سيد ما اربيتراج مبيوع مشري ولا كيفاه مشري اربيتراج مشري حاول يربط حاشاكم في الصباط نتاع الجوار حاول يبقى اكثر منك مي بصح والو او كان شونجمون انا باش جيت تصور لي مع لي جوار تضحك مع لي جوار يا ودي مش خاصني انا هذا الشيء انا خاصني يضرب عليا في الكاف انا مش خاصني تروح تصور لي مع بونجاع ومعرس وتضحك معليش بون شوز حاجه مليحه طلع معنويات الجوار بصح ما تبقاش ديما تصور هنديروها اتحادية تاع سيلفي هنا اتحادية تاع تصاور روح اضرب عليا في الكاف روح اجري روح تحرك خدمتك هاو كلش بالماضي كنت بالماضي رئيس اتحادية بالماضي مناجر بالماضي هاو ليكس يمكن عاد كيما هكا فهمونا نحيو هذا من الاعضاء الاتحادية وبيرو فيديرا فرغوها ونغلقوا الاتحادية ونديروها مارشي ولا نديروها حاجة فيها فايدة تدخل لنا درام ونحبسوكم وخليو بالماضي هو كلش مش كيما هاك كل واحد يخدم خدمته يا اخي ما فيهاش فلسفة يعني كل واحد يخدم خدمته لونترينار اونترينار ورئيس اتحادي رئيس اتحادي والمناجر مناجر والنائب رئيس اتحادي نائب رئيس اتحادي كل واحد يؤدي الخدمه تاعو والهدف واش هو خدمه المصلحه خدمه الكره الجزائريه يعني المصلحه العامه خدمه الكره الجزائريه وبطبيعه الحال خدمه المنتخب الوطني المقبل على تصفيه كاس العالم يا اخي 2018 ما نروحناش كاس العالم باش نستفد رانا غايبين من 2014 ما زدناش رحنا كوب دي موند باش نروحوا الكوب دي موند
خلينا من الامور التقنيه والونترينار والجوال، خلينا منها، لازمنا ناس تدافع علينا تجيب لنا حقنا، ما تجيب لناش حاجه بمزيه من عند واحد، ما نحتاجش مزيه واحد، حقنا برك، ما نظلموش برك، ما يظلموناش برك. اربيتراج زامبيا، اربيتراج ماتش اميكال تاع تونس، كارثه. مش كيما هكا، لازمنا ناس يتحركوا، ما نبقاوش كيما هكا مكتوفين الايدي وندوروا غير لي فوطو والسلبيات. عيب عيب عيب. جبتوا رئيس معين، معليش رئيس معين تحرك يا سيدي، جيب ناس قويين فاعلين في الكاف، جيب جزائريين فاعلين في الكاف يعاونوك، الا باش باقي غير فوطوات وسلفي ما رانا في الريسك. ما تقولوليش شوب الماضي والجوار يا عندنا احسن كيف في العالم، بصح لافريك ما فيهاش، لافريك ربي تراجي يخدم لك اي حاجه يقسيوك. هما بعد ماهمش مستوعبين بلي راك بطل افريقيا، افهموا بطل افريقيا جات مع المراره، هذا متخلي هذا معايا يخليوك تروح كوكب ديموند، مستحيل ما يخلوكش تروح كوكب ديموند. فيقوا يا فيقوا يا البيرو فيدرال، فيق يا الرئيس المعين، فيق. الا بقيت كيما هك بالطريقه هذه غير لي فوتو سيلفي رانا راح ندخلوا في حيط. حذاري حذاري حذاري، الكاف والكو هذا من الحكام راهمش يرحموك، الكواليس راهي تتلعب ومن جيراننا ويلعبوا لك الكواليس، نعطيك من الاخر من جيرانك ويلعبوا لك الكواليس. افطن افطن، خليك من لي فوطو ولي سيلفي، خليك فيقو فيقو والله العظيم. غير سوجي حساس هذا، لا غالب ما كانش عندنا الوقت باش نتكلموا عليه، لكن ان تكلمنا عليه سابقا وزيدوا ناكدوا عليه، سوجي حساس على الدوله الان. لو كان نضرب ديريكتومون للدوله، لان الاتحاديه ضعيفه ضعيفه، يا الدوله عينتي هذا رئيس الاتحاديه، اذا لازمك توقفي على المنتخب الوطني، سينو راح ندخلوا في حيط من الاخر. في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.